حنا غادي نمشيو لعند الاسر، غادي نمشيو لعند الاسر، غادي يفتحوا لنا الباب ديالهم. ما يمكنناش نعلمينهم على الغدر، وغادي نقول لهم اللي كاين، واتمنى ان توزع على اكبر عدد من المواطنين يفهموها. ليس هناك سؤال واحد في الاستماره اللي غادي تنزل لهم اللي مبني على شي حاجه غادي ياخذوها او تزول لهم. نعطيك مثال، تنطرحوا السؤال، الاسئله اللي قلتي لها شنو هو الاسئله الجديده اللي زدنا. زدنا الاسئله في المطوله، تنزدوا بحال دابا تنقولوا حنا مثلا تنقولوا شحال عندك ديال البيوت، شحال عندك ديال البيوت، ولكن شنو عندك بالبيوت ما تنخرجوش منها. تفضل تسمعني، ما تنخرجوش منها شي معطى باش نقولوا هذا راه غني ولا فقير. تنخرجوا منها معطى ديال ها السكان اللي كاينين الان، ها الحظيره ديال السكن اللي موجوده، هاد السكان ها العمر ديالهم الان، ها السكن ديالهم كي داير، ها كيف غادي يكون من دابا 10 سنين، اي ها العدد الناس كيف غادي يكبروا، وها الحظيره ديال السكنه اللي كاينه. اذا خصنا شحال كيخصنا نبنيو من 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 سكن. تنطرحوا سؤال، شحال باش شحال ما بينك وبين المحل ديال العمل ديالك، وباش تمشي، تنمشي في الاداء او تنمشي بالطوموبيل او تنمشي بكذا الى اخره، ماشي باش نعرفوا واش عنده الطوموبيل ولا ما عندوش. تيخصني نعرف المشاكل ديال التنقل ما بين الجهات اللي فيها السكان وما بين المحلات ديال الاعمال. تيخصني وما تنخرجش، ما تنخرجش ان الاسره الفلانيه عندها السياره والاخرى ما عندهاش. ما عندنيش هذا السؤال، وما تيمكنلوش يخرج، وما تيمكنلوش داك الشيء كله اللي تيتقال لنا ما يمكنلوش يخرج، وما يمكنليش انا نعرفه اللي في المدوبيه الساميه، لانه تيمشي مرقمان مرقمان مشفر، تيمشي من عند لونكيتور، من عند الباحث، تيمشي من تما مباشره لو سونتر اللي عندنا حنايا، هنا اللي عندنا حنا في الكوميساريو بلا، واللي فيها يلاه لي زانفورماتيسيان ديالنا. وكيف تيوصلهم هما؟ تيوصلهم على شحال تقدمات العمليه، اي شحال ديال كل انكيتور شحال دار في اللي خصو يدير ديال الاسر. ولكن الا قلتي له بغيت الاسره الفلانيه، اولا ما عندوش، وعلاش نقول لك الفرق ما بيننا وما بين هذاك الشيء ديال الار سي اس يو ديال حنا، ما تنطلبوش حتى الحاله، لا حتى الكارت ناسيونال، حتى ندخلوا عندنا نقولوا شي، كل اللي تنقولوا مبني على التصريح ديالو. ما تنطلبش مثلا الا قال لي عندي 5 دراري، ها هو تنكتبوا السميه اللي تيعطي هو ديال العائله ديالو، تناخذوها. علاش؟ باش يبقى عندنا انه هذاك الولد حتى هو مرتبط بهذاك الاسم، وهذاك البنت حتى هي مرتبطه بذاك الاسم، باش ما يتلفناش ذاك الشيء في ولكن ما تنقولوش اعطيني لا كارت ناسيونال. سمعتيني؟ ما تنطلبش الكارت ناسيونال، ما تنقولوش اعطيني الدليل بانك عندك هذه او ما عندكش هذه. وتما حتى نطلب شي حاجه، لانه عندي اغراض خارجه على داك الشيء ديال اللي كاين. تنطلب اسئله بعض على بعض الاشياء، باش نستجب لواحد المؤشرات مطلوبه مني على البلاد، مثلا زوبجيكتيف ديفلوبمون ديورابل. تيطلب مني لابد نعطي مثلا القراءة والكتابة، لابد ما نعطي شحال مثلا الحاسوب، واش عندك الحاسوب؟ واش عندك
هذا سيدي التليفون واش مكونيكتي، ماشي باش نقول انه بحال في جهات اخرين انه راه الكونيكتي. اللي بغى يعرف باش يعطي او يقدم راه خارج المندوبيه الساميه للتخطيط، راه حتى هو باش يعرفها راه تيمشي اللي تيكري الانترنت واللي تيدير الشراكه ديالك في الالكتريك، راه عنده كل شيء. انا تنطلبها لانه مطلوب مني نعطي في الصعيد ديال المغرب ريجيونال اي ناسيونال مدى دخول التقنيات الجديده في المجتمع. سي لو تو دو بينيتراسيون دي تكنولوجي دو لانفورماسيون، وهي من المؤشرات اللي مطلوبه مني كدوله وكالمندوبيه الساميه للتخطيط انني نعطيها للهيئات الامم المتحده في لي رابور ديال على لي زوبجيكتيف ديفلوبمون ديورال. فهمتيني؟ عندي واحد العدد ديال الاشياء تطلب مني نعطيها، مثلا الماء، شحال ديستانس ما بين السكنه ديالك وما بين او الماء اللي عندك واش يوصلك الماء، ولا ما تيوصلك شيء شويه اقرب فونتين عندك خذ حداك، شنو هي واش عندك الماء الحار؟ واش شنو تدير بالزبل؟ واش ترميه؟ واش هاد الشيء ما تنديروش باش نعرف واش هذا ضعيف ولا واش خصو هذا يتعاون ولا ما خصوش يتعاون. اولا ما عنديش وما عندي ارتباط بهاد الناس اللي تيديروا هاد الشيء.